السلام عليكم. أنا مواطن خيري علي محمد البكوش، مقيم بمنطقة الزهراء بوشفانة، فهمت ولا؟ بتاريخ 9/10/2017 صارت لي عملية سطو مسلح بسرقة سيارتي النوع مرسيدس جونتشي C180، فهمت ولا؟ ويعلم الله بحالتي وحالة صغاري وحالة العائلة متاعي، وبفضل الله تم رجال مباحث المنطقة الغربية ورجال مركز الصابرية، وتحية شكر لهم بضبط سيارتي، ومقدم لهم هذا اليوم، وبارك الله فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.